التوازن وقوة الحكومة وتنفيذ سياساتها سواء كانت الداخلية أو الخارجية تحتاج إلى وحدة قرار، نعم إلى وحدة موقف وطني يتفق عليه الجميع، بحيث أنه رئيس الوزراء أو الشخصية الأولى في البلد التي تمثل هذا البلد عندما تتخذ قرار معين، هذا القرار سنده وقوته تعتمد على الموقف الوطني، وعندما يكون الموقف الوطني موحد وقادر أن يدعم الحكومة في مواقفها، تستطيع أن تختار النوع الذي تختاره من السياسات، سياسة توازن، سياسة انحياز للمحاور. أما لمن يكون الموقف مشتت وتكون تصريحاتنا، شوف القضية المحاصصة خصوصا في سقفها الذي نزل يعني من السقف الأعلى المقبول إلى السقوف الإجرائية التنفيذية، تشوفين تصريحاتنا يعني قد تكون الوزارة الخارجية تصريح يختلف عن بقية المسؤولين، وقد واحد من المسؤولين يختلف. لذلك هذه المواقف المتضاربة نتيجة المحاصصة ونتيجة الحزبية ونتيجة القومية ونتيجة الطائفية خلقت موقف خارجي مرتبك، غير يعني قادر أن يقاوم إرهاصات السياسات الخارجية والمؤامرات الدولية والأحداث الدولية المتسارعة. أنا أعتقد أنه سؤالكم الكريم حول